أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم عليكم، ينعاد بالصحة والسلامة يا ربي. هل نسيت يوما أنك صائم وتناولت طعاما أو شرابا؟ خليكم ويانا وتعالوا نشوف آراء الناس. مرحبا، أهلا وسهلا، رمضان كريم طبعا، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. شكرا علينا وعليكم. هل نسيت يوما أنك صائم وتناولت طعاما أو شرابا؟ والله أكيد، يعني هذا الموقف يصير لكل الناس، يعني خاصة بالأيام الأولى من رمضان، إنه الواحد يجي من برا عطشان أو ما يحس، يعني الجوع أوكي ماكو مشكلة، بس شغلة العطش يعني مرة من المرات هاي صراحة جيت من الشارع ويا أصدقائي، بصير كلش عطشان، فجيت قبل فتحت البراد مال مي وخليت بالقلاص، الحين جيت بو علي ما قلت لي شربت مي كامل، قالت ترى يوم رمضان، قلت لها العاد ليش ما حكيت ترى نسيت شرب، قالت يلا هو أجر بعد صح. رمضان كريم عليكم، ينعاد بالصحة والسلامة يا رب. إن شاء الله بصحة والعافية والسرور. هل نسيت يوما أنك صائم وتناولت طعاما أو شرابا؟ والله شربت مي ونسيت وما أدري. إيه. بس وقبل السحور يعني وقبل إيه البارحة قبل ما يأذن. إيه شربت مي. يعني شربت مي ما تدري. إيه لا ما متعمد. يعني عادي. إيه وصار عندي موقف هم أكلت خبزة بالغداء. يعني سبوا غدا لهم جماعة كوبيهم فاطرين، فنزلت يوم لتاكل بعد تذكرت في البيت. ايه تمام، ايوة عندي مواقف هوايك هواي عندي مواقف. مرحبا، اهلا وسهلا، رمضان كريم عليكم يا ربي، عليكم اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله. هل نسيت يوما انك صائم وتناولت طعاما او شرابا؟ لا والله ابد. أن أحد قريب عليك تعرفه موقف صار؟ ممكن صار ويا أحد أصدقائي، يعني شرب مي بالغلط. أي يعني طبعا هو ما يدري، هو ما يدري إيه أكيد، بس هو بعد غلطة وتندم عليه. مرحبا، هلا مرحبتين، رمضان كريم عليكم، رمضان علينا وعليكم إن شاء الله، على أمة محمد إن شاء الله أجمعين، على شعب العراقي الله يحفظكم إن شاء الله. هل نسيت يوما أنك صائم وتناولت طعاما أو شرابا؟ على صوت هاي قبل من كان بي موقف جسار. يعني كان شلون نقولين، يعني عطشت وخدت اللي جوا الدرج شربت مي. طبعا متعمد، بس حاليا لا.